تتواصل أشواط صباح هذا اليوم، تستمر الانطلاقات الصباحية على أرضية هذا الميدان حيث انطلق شوطنا الرابع والخاص بالقعدان اللقاية المهجنات الأصايل. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين في هذا الشوط وفي الأشواط القادمة. نتابع ونبدأ مع البداية مع صدارة هذا الشوط، وفي المركز الأول الفارس حمد بن سعيد بن مبارك المنصوري يأتي على الصدارة، يقدم لنا الفارس على مقدمة هذا الشوط ويعلن بتواجد هذا الاسم على الصدارة. بينما المركز الثاني الوصول من ناصي سالمين بن عبيد بن حمد بن نورة العامري يأتي متقدما بن نورة مع المركز الثاني. وفي المركز الثالث نتابع الاسم القادم أفندي مصبح بن عبيد بن سالم الراشدي، خذ المركز الثالث. وفي المركز الرابع هملول مسلم الناصر بن يوعان الشامسي خذ المركز الرابع. وفي المركز الخامس الوصول من سمحون سيد بن علي بن سالم العامريات ايضا متقدما بهذا الاسم. بينما باري او حرب نعم حمد بن محمد بن راشد الشامسي يتقدم في هذه اللحظات بمحمد حاضرا بشعاره في هذا المسار مع المركز السادس. وفي المركز السابع الوصول من الذيب منصور بن سالم بن عبيد او منصور بن سالم بن علي البلوشي ياتي متقدما البلوشي بشعاره مع المركز هنا ايضا السابع. وفي المركز الثامن الوصول في هذه الانطلاقه من سراب وسرع العرضيه يقدم لنا شعاره عتيق بن عبيد بن عابد المهيري ياتي ايضا متقدما بمحمد ياتي بهذا الاسم مع المركز هنا ايضا الثامن. وفي المركز التاسع نتابع الاسم القادم في هذه اللحظات الفارس سالمين بن محمد بن سالمين العامري يقدم لنا الفارس في هذه اللحظات مع المركز مشاهدين عز التاسع. وفي المركز العاشر نتابع ونراقب هنا القادم الذيب خليفة بن عبد الله بن حمد الشامسي خذ المركز العاشر في هذه اللحظات. هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى المتقدمة المنطلقة والحاضرة في هذا الشوط الحاضرة بتحدياته القوية. تابع الأسماء الأخرى، تابع الشعارات الأخرى، أسماء قوية لم يحين موعد دخولها ولم يسمح لنا بالنداء بها، تلقبوها في الأمتار الأخيرة. تابع الأسماء وتابع الشعارات التي انطلقت في هذا الشوط، حضرت بهذا الأداء المتميز، انطلقت بهذه الانطلاقات المتميزة بحثا عن الانتصار، بحثا عن الانتصار. ويبلغ نصاب الشوط 32 اسم، 32 مشارك في هذا المسار، متمنين للجميع التوفيق والعودة إلى الصدارة، العودة إلى مجريات الأمور. من يتقدم على البداية، من ينطلق بهذا الأداء على مقدمة هذا الشوط ويعلن بهذه الانطلاقة المتميزة، يتقدم الفارس على الصدارة، يحمل الرقم واحد بالفعل في المدرج الرقم واحد حمد بن سعيد بن مبارك آل سالمين المنصوري. ولكن اللي يغير هملول مسلم بن ناصر بن يوعان الشامسي بدأ يغير المسار ويحتل صدارة هذا الشوط ويهيمن على المقدمة ويتحمل مسؤولية هذا الشوط. هذا هو يتقدم في هذه اللحظات هملول على الصدارة القادم من مصانع الجنوب من ميدان الوقن للمشاركة على أرضية هذا الميدان. مرحبا بالجميع وسرع الرقود، وسرع الرقود مع سمحون وسيب بن علي بن سالم العامري خذ المركز الثاني في هذه اللحظات. يقدم لنا هذا الاسم يتواجد بسمحون في هذه اللحظات. بينما حرب خذ المركز الثالث وحمد بن محمد بن راشد الشامسي يتقدم في هذه اللحظات، يقدم لنا هذا الاسم مع المركز هنا ايضا الثالث. بينما المركز الرابع الفارس
السادس حمد بن سعيد بن مبارك او سالمين المنصوري، بينما المركز الخامس نتابع ونراقب ناصية سالمين بن عبيد بن حمد بن نور العامري يتقدم بن نور، وايضا الواصل متعب محمد بن سعيد بن حمد الشامسي ويتقدم في هذه اللحظات سراب عتيق بن عبيد بن عاضد المهيري بمتابعة بوشاب، بينما الوصول في هذه اللحظات من ضاري وناصر بن غانم بن حتروش المنصوري، وصل بن حتروش واحد اخطر الاسماء في هذا الشوط هو ضاري، بينما من الجانب الاخر وصل بن سالمين، وصل بن سالمين يقدم لنا حضور وابداع هنا الفارس سالمين بن محمد بن سالمين العامري، والشعارات قادمه والاسماء واصله في هذا الشوط. انعطف الميدان يا ملاك، انعطف الميدان يا ملاك، من يريد الناموس عليه بالتقدم، من يريد الناموس عليه بالتقدم، راع الرقود ظهر، راع الرقود ظهر، هنا على الصدارة يتقدم مع سمحون، مع سمحون، بدأنا بالاقتران من الكيلو الأخير، الكيلو المتر الأخير، يا راع الرقود، ركز وتابع المسار، بن شتيت وصل، وبن حتروش مع ضاري، وبن حتروش مع ضاري، بدأ يشكل هنا أيضا الخطر، بدأ يشكل الخطر مع الأمتار الأخيرة، المعركة الثنائية الأخيرة لمن ناموس هذا الشوط، ولكن بن حتروش مع ضاري، مع ضاري يتقدم على الصدارة، ناصر بن غانم بن حتروش المنصوري بإنجازاته، بإنجازاته السابقة يتقدم، ببطولاته السابقة، أراع العوايد دائما ما يخلي عوايده، ما يخلي عوايده، هذا هو ضاري، راعي مبعد يوم الأمس، راعي مبعد يوم الأمس، يأتي ويقدم اسم آخر، يقدم نوعية أخرى، يقدم سنان أخرى، الله يا بن حتروش، ولكن راع الرقود، ولكن راع الرقود، محاولاته مستمرة، محاولاته مستمرة لاختطاف ناموس هذا الشوط، ولكن خلاص، ولكن خلاص، هذا هو بن حتروش، هذا بن حتروش، يكرر الإنجاز تلو الإنجاز، يكرر الإنجاز تلو الإنجاز، إنجاز تلو الآخر، إنجاز تلو الآخر، تهانينا وناموس أربعة ثمن الأعماق لمالك ضاري، ناصر بن غانم بن حتروش المنصوري، وراء العوايد دائما ما يخلي عوايده، تهانينا وناموس، المركز الثاني سمحون، سيف بن علي بن سالم العامري، المركز الثالث نتابع الوصول في هذه اللحظات من خلال تواجد شعار بن شتيت مع محمد بن شتيت بن حمد الشامسي، وفي المركز الرابع حملول مسلم بن ناصر بن يعان الشامسي، وفي المركز الخامس هنا شعار بالعود خذ المركز الخامس من خلال تواجد هنالك مشاهد الاعزاء جلمود محمد بن حمد بن سالم بالعود العامري. هذه النتيجه، التوقيت تحطم تحت اقدام شعار بن حتروش مع ضاري، 7 دقائق 33 ثانيه، ناصر بن غانم بن حتروش المنصوري مع ضاري.